السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فانتاستيك، هذا واحد تقابلت معه أمريكي وتقابلت معه في مصر، وهذا الشخص يعني حابب يغير من كثير حاجات، يعني في يعني شدي غير كثير حاجات، ودار 40 دولة في العالم، يعني كذا دولة، الإمارات ودار السعودية ودار كذا دولة. هو حابب يشهر كلمة فانتاستيك، هذه إيش اللي هي الكلمة، وعايز يفهمكم إيش معنى هذه كلمة فانتاستيك. هذا الشخص قابلت معه في مصر عنده الكلام هذا، وإشتي حابب إنه إيش يوصل كذا جميع دول، يعني إشتي كأنا لقانا يمني وقال لي تكلم عليا في هذا الكلام، وتكلمت معه، وهو كذا حابب يروح مثلا يعني دولة تانية، وحابب ينشر الكلام ده عند أي دول العالم، يعني عشان هو عارف إنه الشخص ده حابب يعني يغير من 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 حياة الناس. يعني إذا أنت مكتئب يعني تاخذ منه فكرات، في عنده حاجات يعني يمكن العالم كله يستفيد منه. فهذا الشخص يعني كيف اوصف لكم يا تو، هذا الشخص يعني زي ما تقولوا عالم، يعني يصير يخترع حاجات في الناس، يعني ما بيدور، يعني ما بيدور 40 دوله ولا بيروح مكان يعني يتقابل مع الناس الا هو ايش يطور من 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 كلمه دي فانتاستيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جنيتنا Just say it, to translate. What? In Arabic. You can say, did he miss anything? No, he didn't miss anything. Didn't miss anything. He nailed it. Straight. Fantastic. Overpopulated cities around the world cause people to live in greed, selfish, and relative society. Would you like to be happier, live longer, never be forgotten, and help make the world a kinder, more civil place? It's actually easier than you think. Every day you ask, how are you? Instead of saying good, say I am fantastic. Who can you look better? Feel great and reduce your stress. Making the world a better place starts with each person. Please join the Be Fantastic movement today. What you want to be, you can be. Be fantastic.